مرحبا سيزواوي، مرحبا لجورنال اصوات. شكرا لتغطيتكم لجميع الاحداث في مدينه خويكا. اليوم كنا مع هذا اليوم التاريخي اللي هو تدشين منتزه بن عمير، هذا المنتزه الايكولوجي اللي تشيد على مساحه ديال 4 هكتارات، واللي تم بناؤه من طرف المجمع الشريف للفوسفات، وتم التدشين ديالو من طرف السيد عامل اقليم خويكا. كيضم الكثير من القراءات، كذلك خاص في المشي الطريق، وكانت المتوجات والمتوجين هما اللي دشنوا هذا المنتزه. اليوم كان رائع، كان جميل، وغادي يبقى راس ديالنا كاملين. وبالمواجهات كان شي سباق على الطريق؟ نعم، بتنظيم وزاره الشباب والرياضه. نعم، ذكرت عطينا اينيدي. كان شحال ديال المشاركين؟ شحال ديال كان سباق على الطريق من تنظيم وزاره الشباب والرياضه، وكذلك مع الجمعيات الرياضيه المحليه في مدينه خويكا، كذلك الشباب اللي كاينين معنا اليوم. تقريبا حوالي 200 ديال المشاركين. شاركين من خويكا ولا من الاقليم؟ من خويكا ومن بنوار، يعني من الاقليم. من الاقليم؟ وكيف ما قلت لك الفائزين اللي كانوا هما اللي دشنوا بالحضور. نعم، اليوم التدشين الرسمي. نعم، اليوم راه كان التدشين الرسمي. نعم، خروج جديد الاصوات تتاح لنا الفرصه اننا نتكلموا على الرياضه بصفه عامه في مدينه خويكا، بالخصوص في جمعيه اولمبيك بولانوار لالعاب القوى. هذه الجمعيه الفتيه اللي بدات مؤخرا فحصل نتائج على المستوى الجهوي، وعندنا تقريبا 51 الحمد لله. كان اننا نشاركوا في مجموعه من اللقاءات الجهويه والوطنيه وحتى المحليه، اللي تحت لنا الفرصه اننا نبانوا على مستوى الساحه الرياضيه. وكنتمناو الخير لجميع الجمعيات الرياضيه اللي كتكد وكتجاهد باش توصل. سي الواحد، يمكن كنتو مشاركين في السباق على الطريق، اعطينا فكره على هذا التقييم ديالكم لهذا السباق. السباق ديال المشي على الطريق اليوم كان سباق استعراضي اكثر منه رياضي، لان شاركوا فيه مجموعه من الاطفال، مجموعه من المسنين، ومجموعه من انتما جيتوا من بولانوار. جينا من بولانوار، جات واحد المجموعه ديال الفتيان، جاو فوتينغ حتى لهنا شاركوا في المسابقه، وشاركنا معنا البراعم على وشاركنا بهم الحمد لله. عموما كانت المشاركه مزيانه، وكان المنتزه في مستوى الحدث، لان المنتزه هو اللي تح فتح الفرصه اننا نشاركوا في هذه المسابقه. المنتزه في مستوى الحدث صراحه تقديم، نتمنوا ان اولاد خويكا يحافظوا على المعلمه هذه. ذكرنا بالاسم الكريم والاطار. سليم الواحي، نائب كاتب عام ديال جمعيه اولمبيك بومار.